ولهذا الذي يقرأ كتاب قاموس الشريعة يدرك تضلع العلامة جميل بن خميس السعدي في العلم، ويدرك سلاسة التأليف عند العلامة السعدي. لماذا؟ لأن في موسوعته هذه قاموس الشريعة رجع إلى معظم الكتب المتوفرة لديه في ذلك الوقت، أيا كانت، كانت من المصادر الإباضية أو كانت من غير الإباضية. فقارئ قاموس الشريعة يخرج بحصيلة كبيرة من آراء الفقهاء من مختلف المدارس الفقهية الإسلامية، ينقل عن أبي حنيفة وعن الإمام محمد بن إدريس، وينقل عن ابن حزم وغيرهم من العلماء الذين اشتهروا قبله أو في زمانه رحمه الله تعالى. فلا غرو أن يمدحه العلماء ويثني على كتابه الفقهاء، لأنهم وجدوا غلتهم في هذا الكتاب، بل أنه في بعض الأحيان قارئ كتاب قاموس الشريعة لا يحتاج أن يرجع إلى كتب غيرها، وإنما يكتفي بكتاب قاموس الشريعة، لأنه سيجد جميع الأقوال مبسوطة في قاموس الشريعة. ومما مكن العلامة جميع بن خميس السعدي في ذلك الحياة العلمية التي عاشها رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له.